أفينك جودة حسب جوهر دي قار كم ده حكاية ياش حسب جاسية يا واحد سوى ده كير وجد شوابين هذا لا أي ضيما ومشرح مدحوين حسب جوهر جمال علي حسين وأسوأ شيء دي قدومية حسب جاسية إنجنير فيصل علي ورابة وركن واحد مجلة هرجيس النوجة صدري وريها أنا فيصل آدم فيصل فيفا الشركة ده انت رايد سيد وده شركة وقبت ان حرونت جودة حسب سياسات كمعارض كوعد وكل مجلة هرجيس عفين كجودة حسب جاسية محمد حسن شباش حوجيها ورفافين تحسب جوعد يوسف كيس عبد الله يسود وكلا حوجيها ريمها جودها يحرير كقبلة حسب جازي عبد قاني سلف أي وحي ودشر جواب قبحين هذا اللي تقوى قدوميها حسب سياسات كمعارض جوعد يسود وكلا سيدا يتلمامين حرير كحسب جازي أو كسو يدق أقويان جمال علي حسين يحبنا كلا ودوان قدوميها حسب جوعد وشاء إن حلال كلا قاضي سراكيشان سسرة حسب جو هذاي وحكم إذا هذا لدو ديساتن ديساخري وكا وقد قهر ينشي جيتمه قدومية شركة أنا كها وشروين يود بيع حسبي أنا قدومية كها مركو يقول تلمع ما يو حبين قلها النحية كل مية أه أو حسبي قعد بالبرنيس مركو يقول تلمع ما يو أما الله صدره معقرنا يسابين أبورك عدنا وحلقا قبل واينا أنا إيه تهلا وحكر تعال قصنك كبحية تكلوا حن ليه هاي جمال هديو دعوة جينيو إن اسمه اللي قنتو دعوة بين ميل جينيا هي مالي والبس حافظ عن فريايا ومضى عايا وميدا نقرر حكوا عادون ولا هذا وأول كلا على الصوت للمسؤول أم رشحي وحسب قعدك دونيا وصلح فريستا ديار بالله أصحابتي إذا فريضة إيه إن كلام مقالب ديار بعد أفكي سوقف والبا كدون تجمع وهل كي سوقير إنه صالح فريستو لا إجا قبتها هدي قدومي أي سيان حق وحولها مسؤولية إنه موتي ودحي ما دوي لا وارد إجا قبت قدومي هذا بوا حايا أنت را يدو أن كتشرنا دوان جلنتي ما أنت وح أن كتشرنا وحوي دوان جلنتي قبل كمرود شح هولي حسب كورميران وكورنك مراقبين بدل كتشرته نقالة بحية لوري لا تكون دولار باكو بحي مراقبين تي مي حقي تشوغان قولا ذن مي نقالة هيا بحنية يحس بقى سيبحي مركي اللي وايه يجا ما هين ما هين اي لايمك صدا اي مكبان ولان المركة ورانا ولان أوجي يا ورفافين تحس بسياسات كمعارض كويت يوسف كيس عبد الله وحوسيدو كلا دبول كقاضي إن حبيرات عن مشرح وهاين حس بجوعب جمال علي حسين يسقون عك سنة يا قطبة كمدة هيرك حس بجا شروينا عن عادي هاي مودع هطبة جمال عرا مشرحنا ما ذي ولا بهلي كان واحد هيرك حس بجا عنه هنا كان واحد هيرك حس هيرك حس بجا إيش إيش كيسوي وده السعودي إن مرة وحلا جود بدله هذو الشروينا عن عادي هين قلنا ده حد ما بدله حيرك حسبه هالشيء سكنه وحقل يا حيرك حسبه وحور بقولي بقول بان قلنا ده حكوا هالشين بقولي بقول بقول كيس قلنا ده حمي هل كان وحكوا يا لون بقولي لحد كي جان صحيح وحيا هاي إن شروينا عن عادي هين لقبته وهالشيء سكنه لقوا صحيح هالشيء سكنه ما نان قبان إلا إمك سيد رادد مرحبان هالشيء سكنه كل هالشين شروينا عن نان قبان وهو احنا كما جيران مشرح نميدسو عبد القني سلف ايا سدو كلا دول استاغي اريو كوليدا قدوميا حزبك معارض كويد او كسو يري حسين حسن بدماح او هره قدومي هو شاي هلكي وكاي حزبك ويد او كقاضي هدبا حسين حسن بدماح ونيكي نوغو داد ويناي انو مانتا انتو تيفيق الله صوفر استعاي اي افلقادو انو وحبك حشوني ونصيب درو وحان سيح حسوسيني حسين حسن بدماح gurigaaga iyo jaarkaaga ayaa waxa tahay kugu filan oo ku garanaya markii laga yaabay message-ka laga soo ashkatiyo oo jamacad dhanba kaliya kugu soo baxday si aad iga diinta wax kugu sheegto marka adigoo jamacad dhan lagu dalbaday demo oo kartiis fees aan waraabowana waxba ka gaarinin diintu ka baxay oo waa diin laawe waxaan leeyahay oo hadii jeer halkan ka sheega ninka la yiraahdo Xuseen Xasan ee niman dhalinyaro oo faysal wato oo lacsiyo horta dhalinyaradu wax la isku caayma wax ilaahay bixiyo oo wax ugu qiimaha badan leh anaga horta lacag lama siiyo faysal lacagna ma siiyo xisbigan oo wada leeyahay anagu faysal uma shaqeynay xisbigan wada dhisanay
oo golaha fulinta uu ku jiraa xisbigana wax lacag laga ma qaatay tabaruc baa lagu bixiyaa oo naga tabaruc ku bixinaa adigu laakiin sa wax leeyahay markaad saa u hadlaysaad leedahay inama wax qaata cidda wax qaadatay waa adiga damiirkaaga iyo dadnimadaadi waxaad siisatay gaadhigu jamaal cali xuseen ku siiyay ee lambarkiisu yahay inta adigoo nin weyn ah oo 7 sano qurbaha ku maqnaa oo carruurtaada kii ugu yaraa jaamacad ka baxay u shaqeeyo ayaa gaadhi yaroo 1500 keer lagu iibsaday damiirkaaga kusaad inay la dhali karto u hadlaysaa oo weli weynta TV-ga soo istaaga wax uga tiri sidii aad cay la soo fadhiisansa adigoo ku diraya xisbigii jabeed weedahani kasoo yidhay saraakiishansa sare ka tirsan xisbiga mucaaradka u ciid ayaa kusoo beegmiyay xilli maalintii shalay ahayd warbaahinta mariyeed saraakiil kale oo ka tirsan isla xisbiga u ciid ereye kulida gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciid iyo sidoo kale qodobo ay ku timaameen in si sharciga ka baxsan gudoomiyuhu u isticmaalay ofiisar maxamed aadan faisal fifa tv ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa